في إطار العمل الجاد لإعادة انطلاق السياحة الثقافية في سوريا، انطلقت رحلة لمجموعة من الأدلاء السياحيين من عدة محافظات وفريق من رواد الثقافة والمهتمين، بالإضافة لمدراء السياحة والآثار في إدلب وحماة وحلب، إلى عدد من المناطق الأثرية والسياحية السورية انطلاقا من محافظة حلب، إلى كل من إبلة وأفاميا ومتحف معرة النعمان والأماكن الأثرية والسياحية في مدينة حماة للتعريف بأهميتها والتي تشكل جزءا من الهوية السورية وتاريخها. نفذنا رحلة كتير ممتعة، كتير مهمة تاريخيا، ثقافيا، حضاريا، سوريا. ابتدأنا بأفاميا، زرنا مدينة أفاميا، ثم انطلقنا إلى مدينة حماة، ومن مدينة حماة إلى متحف معرة النعمان الشهير متحف، ثم نختم هذه الزيارة في مدينة إبلة. المهم أكثر أيضا اصطحاب هذه الفئة أو النخبة من الأدلاء السياحيين المرخصين من وزارة السياحة، ليكونوا طبعا هي العين للأجنبي، لأنه السائح وقت بيجي لسوريا مثل ما بيفرجي السائح بياخذ صورة عن البلد. رافقناهم إلى مدينة شيزر وقلعة شيزر، مرورا إلى مدينة حماة، والآن يتم مشاهدة نواعير حماة والاستمتاع بالمواقع الأثرية الجميلة. ونحن بذلك نعمل على تشجيع السياحة الداخلية واستقطاب السواح سواء من الداخل أو الخارج. الجولة شملت مناطق أثرية هامة، حيث تم تقديم شرح مفصل من متخصصين كمتحف معرة النعمان الذي يمتاز بالموزاييك، ومدينة أفاميا التاريخية وأهميتها بالنسبة للسياحة الداخلية والخارجية، وخاصة قبل الحرب على سوريا وتاريخها. هذا الموقع الكبير والذي بني في الفترة اليونانية أو السلوقية أو الهلنستية هو من الأشهر المواقع الأثرية في سوريا عالميا وسياحيا، حيث كان يستقطب مجموعات كبيرة من السواح، ونحن الآن نقوم بجولة ضمن المدينة. مملكة أفاميا الأثرية طبعا هي من أهم المواقع والممالك. طبعا نحن بنعرف المواقع الأثرية حوالي 33 موقع بسوريا بشكل عام، فنحن كزائرين سوريين بالمقام الأول وكأدلاء سياحيين أكيد بنحرص على أنه نزور هاي المواقع اللي هي بتشكل تراثنا المادي وتراثنا الحضاري. هذه المبادرة لاقت تفاعلا كبيرا من المشاركين فيها، كونها قدمت الكثير من المعلومات والحقائق لهم، وستساهم في نقل الصورة بشكل دقيق وحقيقي عبر تفعيل السياحة الداخلية والخارجية. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب.